مفتري دوختني وش هالعيون يا مفتري أصبحت أقرأ الممنون يا مفتري دوختني وش هالعيون أصبحت أقرأ الممنون كلمي لو كلمة فقط كثر الجفا غلط غلط. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. واتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، صرنا نحول فلوسنا ونخلص معاملاتنا من أي مكان، في البيت، في المقهى أو على الشاطئ. الحياة صارت سهلة ومختصرة، اختصرها أحسن وريح بالك، وانهي معاملاتك الإلكترونية وانت في مكانك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. عماننا رقمية. شاهد قصة الحياة اختصار على الهاشتاج اختصرها أحسن. يلا يا جماعة ناخذ سيلفي. ليش تتفريني؟ شوي شوي. لأنك غطيت على السيارة، ويا أحمد راسك مغطي الفيلا. جاسم مد يدك وخذ السيلفي. صورة رهيبة. سيارة أحلامك، منزل العمر، مستقبل مشرق لأطفالك، مهما كانت أحلامك حققها مع برنامج المميز للإدخار من بنك صحار. اربح أكثر من نصف مليون ريال عماني في سحوبات نهاية العام الكبرى، السحب الخاص وسحوبات الأطفال. انضم إلى برنامج المميز للإدخار اليوم وحقق أحلامك. للاستفسار 2473-0000. سواء في مطلع النهار أو في الوقت المناسب للاستمتاع بوجبة على الشاطئ أو اللحاق بمشاهدة أروع عروض نافورة دبي، اعتباراً من 1 ديسمبر اختاروا الوقت المفضل لوصولكم إلى دبي مع 3 رحلات منتظمة يومياً، وتابعوا سفركم إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم. طيران الإمارات، أهلاً بالغد. مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب FM، يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب FM. أحلى مساء يجمعنا، خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى. أحلى مساء يجمعنا، خليك معنا اسمعنا السلام الله عليكم مستمعينا الأحبة، وحياكم الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إلى تمام السابعة نلتقيكم مع بداية أسبوع جديد ومحطات متجددة منوعة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في محطاتكم المسائية وصفحاتكم المتجددة في مساكم أحلى. تحيات فريق العمل، معكم في الإخراج الزميل أسعد بن أحمد الرئيسي، إعدادا وتقديما نبعث لكم السلام والتحية أخوكم عدنان بن عبد الله الميمني، وفي المتابعة والتنسيق الزميل سيف بن سعيد الهلالي. نبدأ معكم صفحاتنا المسائية ومشوارنا المسائي مع مستمعينا بأكثر من فقرة منوعة بإذن الله، بلقاءات وتغطيات مع المغردين أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائلكم النصية القصيرة. مرحبا بكم معنا ونبدأ مشوارنا ومساكم أحلى. ما قلت أحبك لأجل وقتي أسلي، لا والذي نجانبي يا من الحوت. ما قلت أحبك لأجل وقتي أسلي، لا والذي نجانبي يا من الحب. والحب له سر وقدر أخبي، ما قلت أحبك حتى وشفاه يسكت لبيه يلي وحدي من كنت لبيه يذبحني لبيه ويا
نرحب بكل المغردين، نرحب أيضا بالصور اللي تلتقطوها بالفعل من خلال مواقعكم في الفترة المسائية اللي بتواجد في نشاط معين، فعالية معينة من الفعاليات في كلياتكم أو جامعاتكم. أكيد يسعدنا تواصلكم عبر أرقام إذاعة الشباب 24698151. شكرا لجميع المغردين على آت شباب راديو أمان. كأنك دواي وشوفتك طب منعوم، أنا لي ناظر ما غير شخصك يملي، كأنك دواي وشوفتك طب منعوم، ومضاق بالي ومضاق بالي
حياكم الله من جديد مستمعينا وعودة لكم من تمام الخامسة وعشر دقائق. نبدأ أكيد باستقبال أيضا مشاركة المستمعين اللي متواجدين في مواقعهم، في أيضا في أفكارهم، في أنشطتهم الخاصة اليوم. البعض متجه للصالات الرياضية يمارس رياضة معينة، البعض بيروح النادي أيضا يشارك أيضا زملاء في مسابقة معينة من الأندية الصحية. نتمنى بالفعل إن شاء الله الكل يكون مستمتع معانا، سواء من شبابنا ذكور وإناث أو من أسرنا أيضا اللي تابعونا في فترة العصر في مشاويرهم وزياراتهم الخاصة. نتمنى لكم مساء سعيد بإذن الله عبر أثير إذاعة الشباب. نحاول نعيش معاكم كل الأجواء المسائية، وأن تكون محطاتنا المسائية هي جسر التواصل بيننا وبينكم وبين أحبابكم، ونكون رفقاء درب في مشواركم. تحية للجميع، تحية لمستمعينا، وتحية للمغردين اللي بالفعل اليوم غردوا بأكثر من صورة في موقعهم. أنا أتمنى بالفعل الكل يشارك ويذكر لنا بالتحديد أيضا أجمل الصور اللي التقطوها من خلال أيضا الفترة الماضية، سواء في إجازتهم الأسبوعية. حابين أن نشارك معاهم أيضا اللحظات المسائية، يرفقوا لنا الصورة على آت شباب راديو أمان من خلال هاشتاج مساكم أحلى، أو على صفحتنا في الانستغرام مساكم أحلى. تحية للجميع، تحية لأصواتكم، تحية أيضا لمشاركاتكم. إذا حابين تسمعونا صوتكم وحاسينكم حابين تغنوا، ممكن حاضرين رايحين نسمع أصواتكم الطيبة. إذا هناك أيضا ترانيم معينة أو كتابات يعني واردة في لحظة من اللحظات اللي تمحورتوا فيها مع نفسكم كتبتوها وتعبر عن لحظات جميلة في حياتكم، ممكن نسمعها منكم عبر أثير إذاعة الشباب. يسعدني تواصل كل إخواني وخواتي اللي تابعونا من طلبة الجامعات وطلبة المدارس أيضا، وشكرا أيضا للمتابعين من خارج حدود السلطنة. أرقامنا 24698151 24698151 من خارج السلطنة على 00969-24-6982-18. بعد شوي أكيد هناك أيضا فاصل تذكير بأرقام مساكم أحلى، لكن نبدأ استقبال أيضا أولى المكالمات في حلقتنا لليوم ونقول مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عدان؟ الحمد لله بخير يا هلا. من معنا؟ فوري. الفوري حمود، كيف حالك يا حمود؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ طمني عليك. الحمد لله. وين موقعك حاليا يا حمود؟ والله في بيت بركة. في بركة؟ في البيت ولا رايح مشوار؟ لا شوي تعبان. تعبان. سلامات. 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 يلا ما تشوف شر. حياك الله يا حمود، كيف صحتك؟ ان شاء الله متابعنا. انا كيف صحتك؟ اتابعكم كل ما اتابعكم. الله ما قال لي مصمه او وحده ما تابعتكم، لكن بس عدان يعني حبيتك تساعدني نقطة لو سمحت. كيف؟ ساعدني يعني بغنك تساعدني في حاجة إن شاء الله. إذا بغيت شيء كذا كلم إن شاء الله الأخوان في غرفة التحكم بيعطوك رقمي ورايحين نتواصل إن شاء الله. لا أنا باغني يعني موضوع أشارك في موضوع برنامج 25 الليل. في البرنامج حاضرين مع أم سعيد إن شاء الله. شباب بيتصلوا فيك. أسعد عندك حلقة أعتقد صح؟ خلاص أسعد بياخذ الرقم بيخلي الشباب. تمام. إن شاء الله. حاضرين يا حمود حاضرين. حرام. فالك يا طيب. جماعة والله حرام. زحمة يمكن على الرسائل أيضا ومشاركة المستمعين مع أم سعيد. تحياتنا للزميلة ندى البلوشية. عموما ناخذ مكالمة، وهذه أخبار حمود وسوالفة وسالفة جديدة وفكرة جديدة وخبر جديد من شبابنا. مرحبا. السلام عليكم يا هلا. 24-6-9-8-1-5-1 التغريدات على آت شباب راديو مان. الحسين العامري يقول مساءك عسل أخي عدنان، كيفكم؟ والله الحين مخلص رياضة والجو اليوم بارد، بس الحمد لله كانت رياضة حلوة. زين يا الحسين، يعني أنت بس مشاركنا من خلال التغريدات، يعني أنا ما أدري إيش سالفتك أنت وأبو حسن المعولي وطلال لحسن اللي قاموا بتفضيلة أيضا تغريدتنا لليوم وسعود اليوسفي. نقول لكم سمعونا صوتكم على 24-6-9-8-1-5-1 وأخبار شبابنا ومرحبا. السلام عليكم يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال عدنان؟ طيب الحمد لله بخير الله يسلمك. من معنا؟ حياك الله. أبو عصام عن سحار. أبو عصام من سحار. يا مرحبا يا مرحبا بهال سحار، كيف صحتك يا أبو عصام؟ الحمد لله. أخباركم؟ الحمد لله. تعطيني اسمك أبو عصام الله يخليك. بسام. بسام يا مرحبا، وينك؟ وين مغيب يا بسام؟ شاركنا من فترة طويلة صحيح؟ والله لا
هذه أول مرة؟ أول مرة. والله الصوت ما غريب يا أبو عصام. ما أعرف عاد بس أسمع كذا الصوت قلت ما غريب علينا. أنت 1500 نفر يدخلوا فيك وين تنسيني. شفت عاد والأصوات كلها قريبة من بعض. إلا نفس الشيء. يا مرحبا يا أبو عصام، وين مشوارك إن شاء الله؟ والله بعدنا في الدوام موجودين. ومتابعنا؟ متابعكم نعم. متى بتخلص دوامك؟ 6 إن شاء الله. خلاص يلا ما بقى الكثير، 45 دقيقة ومخلص أبو عصام. بنهم إن شاء الله. هي حاسبنهم على طول التوقيت عندنا. الله يسلمك يا أبو عصام، مرحبا بك. تفضل يا أبو عصام. أبو عصام هذا إهداء من أسعد هالأغنية لك، وإن شاء الله تكون مرتاح كذا ومزاجك أيضا عالي وراقي دائما. حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، ومرحبا أيضا بكل الأخوان اللي مشاركينا على 90456. مرحبا بكم، معانا الحسين العامري يقول حاب أشارك بالبرنامج بس زحمة على الخطوط. الحسين حاضرين، رايحين نتصل فيك إن شاء الله. اللي حاب يشاركنا أيضا ومتواجد في موقع معين، حاب يسمعنا صوته وحاس إحساسه جميل، ممكن يرسلنا مشاركة والاسم والقبيلة على 90456. إذا هناك ترانيم أيضا ممكن ترسلوها عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 90456، أو من خلال تغريداتكم من خلال صفحة التواصل الاجتماعي وموقعنا على تويتر. أيضا رحب بالجميع، شكرا لمتابعينا على تويتر. وهناك مجموعة من التغريدات، وين وصلنا عن تغريدة من أبو حميد الفزاري يقول مساكم حب وخير لهذا البلد الغالي، تحياتي لكم. شكرا لك يا أبو حميد الفزاري، ويقول مساء الوردة على الجميع، 4 متابعين لصفحتنا. وأيضا هناك صورة من ميساء تقول هذه الصورة لبيتنا وراجع للبيت الحين وخلص الدوام، تحياتي لكل متابعين البرنامج وصفحتكم على تويتر. شكرا لك، وقمنا بتفضيل أيضا الصورة الواردة من المستمعين. مساكم طيب كقلوبكم الطيبة، وأحلى مساء لأخوي عدنان وطاقم الإذاعة. غبت عنكم لأني كنت مداوم على الدوام موعدي، لكن الحين إجازة وأجزت، وإجازتي وياكم غير. طلال يا مرحبا بك،
والله انت غيبت يا طلال، بس زين رسلت لنا تغريده، زين قول لي وين صورتك الحين، وين موقعك بالتحديد، ارسل لنا صوره ايضا عشان نعيش معاك الاجواء المسائيه. الحسين العامري يقول عدنان اتصلت اكثر من 10 مرات وما في حظ، ونسيت امسي على سنيده واقول لها الحمد لله على السلامه على الحادث اللي صار، الف حمد لله على السلامه اختي سنيده الشكيليه، مرحبا بك معانا منوره اذا كنت متابعه ايضا صفحتنا على تويتر. شكرا على متابعتك، اسعد الله مساك عدنان راعي الوفا، شكرا على التغريده الطيبه، وتحيه ايضا لسعود اليوسفي، وشكرا لابو حسن المعولي على الاطراء الطيب. ساهر الليل يقول تحياتي لكم ومرحبا بكم، معكم ساهر المعولي، احلى مساء معك اخي عدنان، وشكرا لمتابعينكم. يا ريت لو اسمع ايضا اغنيه شعاره سيفين والخنجر عماني، يا ريت لو اسمعها من ضمن المحطات المسائيه. حاضري مساء الخير يا شباب، ولاحلى شباب نهني ونرحب بالجميع. شكرا لعدنان المزروعي، تبارك له ايضا على الوظيفه، ويلا تعالوا خلي يعزمنا كلنا حاضرين. وحيد ووهب شكرا ايضا على التغريده. خجوله دائما القلوب اللي ما تعبر عن حبها، لكن نحن نعبر عن حبنا وما نخلي قلوبنا تخجل. شكرا لك يا ساهر المعولي ايضا على الاطراء الطيب ومرحبا بك. مستمعينا رح نتواصل معاكم ان شاء الله مع محطاتنا المتجددة المسائية عبر أثير إذاعة الشباب، نتوقف معكم مع الفترة الدينية لصلاة المغرب، لنا عودة بإذن الله عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه، هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه، معتدل القامة مرتسم والضاء الغرة مبتسم، وكأن النور مشرقه من وجه الهادي مسراه، صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي، صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكره. قمري الوجه محيا وبهي لقياه، هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسمى، صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي، صلوات تسمو عمان. مستمعينا نتوقف الآن مع فترة أذان المغرب، نعود بعد الأذان لنتواصل وما تبقى من عمر برنامجنا في رحلة. وصبورا كما أسقوه عمان. مستمعينا الكرام، يرفع الآن على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. من إذاعة سلطنة عمان رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي الله الله بارك يا رسول الله بارك يا رسول الله 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 هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي الله الله بارك يا رسول الله
قلبي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاه يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الصفا للأغذية تقدم لكم نقانق الدجاج الحارة الجديدة من الصفا، حارة ومعدة من أجود وأنقى المكونات الطبيعية والنكهات. نقانق دجاج الصفا الحارة لذيذة على كل لسان. احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعيش حياة صحية. نقانق دجاج الصفا الحارة تجعل مناسباتك ممتعة. مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب اف ام يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب اف ام أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وأحداث. أخبار وأحداث. تعلن مساء اليوم جمعية التصوير الضوئي عن الفائزين في مسابقتها السنوية والتي تعلن ضمن فعاليات معرضها السنوي 21 ويرعى فعاليات المعرض وإعلان النتائج صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد. سيتم خلال الحفل تكريم المصورين الضوئيين الفائزين بالمراكز الأولى في محاور مسابقة المعرض السنوي لهذا العام، وهي محاور مفتوحة بالألوان ومحور مفتوح بالأسود والأبيض. الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم تحكيم المعرض السنوي لهذا العام تكونت من المصور البلجيكي فان فريدي نائب رئيس الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الفياب، والمصور العماني بدر بن أحمد النعماني مدير مسابقة الإمارات الدولية للتصوير الضوئي، والمصور الإيراني علي سامعي ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفياب. وقد تلقت لجنة التحكيم 1244 صورة، وبلغت عدد المصورين المشاركين 261 مصورا ضوئيا، وقد اختارت لجنة التحكيم 74 صورة تمثلت 49 مصور ضوئي، من هناك صور أيضا ضوئية. سيشمل حفل افتتاح المعرض السنوي 20 للتصوير الضوئي على كلمة جمعية التصوير الضوئي، بعدها سيتم إعلان نتائج مسابقة المعرض السنوي لهذا العام. سيكرم صاحب السمو راعي الحفل الفائزين بالمراكز الأولى، بعد ذلك سيفتتح المعرض وسيقام حفل الافتتاح بقاعة العرض في جمعية التصوير الضوئي بالموالح،
وسيستمر المعرض لغاية 18 من الشهر الحالي من 8 صباحا وحتى 10 مساء، والدعوة عامة للجميع ولجميع محبين فن التصوير لزيارة المعرض. العدسات اللي عندك حتى تحدى عيونك، ويا مصور صور للحلوة وطلع كل فنونك، اتحدى العدسات اللي عندك حتى تحدى عيونك، ويا مصور تعجز عدساتك للتواصل مع برنامج مساكم أحلى، الاتصال على الرقم 24698151. ولمستمعينا من خارج السلطنة يمكن الاتصال على الرقم 00968246982. كما يمكنكم المشاركة عبر الهاشتاج مساكم أحلى عبر تويتر والإنستغرام. مساكم أحلى. والغاز
حياكم الله من جديد بعد ما توقفنا مع فقرة أخبار وأحداث، رجعنا لكم من جديد ورجعنا أيضا لتغريداتكم، لكن ننتقل إلى فقرتنا القادمة، فقرة أرقام وغاني. الاختيار الأول رايحين نسمعكم إياه لأغنية اليوم، رايحين نستقبل أيضا أصواتكم ونسمع أفكاركم المسائية، بالإضافة إلى الإجابة على الأغنية اللي نسأل عنها وتكون مسرعة بشكل سريع جدا في أرقام وغاني والغاز وفنانين لليوم. نسمع المقطع من جديد وأذكركم برقام إذاعة الشباب 2-4-6-9-8-1-5-1 من الأغاني اللي سينجل للفنانين. هذه المعلومة اللي بعطيكم إياها، لكن إذا سمعت المقطع بتعرفوا الأغنية. اسمعوا. أكيد أكثر من يعني مقطع غنائي جميل بكلمات الأغنية اللي نسأل عنها. هذا هو الاختيار الأول، إيش عنوان الأغنية ومن الفنانين اللي غنوا هذه الأغنية بالتحديد اللي نسأل عنها في حلقة اليوم مستمعينا. بانتظار أصواتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1، الرقم الدولي على 0-0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. شكرا للمغردين، شكرا للصور اللي يبعثوها لنا. طلال والله طلعت مصور محترف يعني بهالصور الجميلة، وين الموقع اللي صورت هذه الحديقة بالتحديد، الحديقة الخاصة بالألعاب على الشاطئ أيضا، منظر جميل يا أخوي طلال، وقمنا بتفضيل أيضا الصور والتغريدة اللي بعثتها لنا في مساكم أحلى. مبروك على التخرج بسمة، تحياتنا لك يا أختي بسمة خجل عنوانها. يا ريت لو ذكرتي لي الاسم. طلال مرحبا بك، يقول أخوي عدنان أنا حاليا على الشاطئ وحلاوة هالمسا وحلاوة الاستماع لبرنامجكم مع شاطئ البحر، وبتجيك الصورة الحين بعد الالتقاط. وصلتني الصورة يا طلال على صفحة آت شباب راديو أمان، صفحة إذاعة الشباب على تويتر، ومرحبا بك معنا. مرحبا بك أخوي وهب. ووحيد يقول عدنان أيضا اختصرت رسالتي، ووهب نفس التعليق ونفس التغريدة. أنا حاول أختصر إذا كانت التغريدة طويلة. 45 متابع أيضا لصفحتنا الآن، مرحبا بكل المتابعين الجدد اللي انضموا لمتابعتنا على تويتر، مرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. تحية أيضا من طلاب جامعة نزوة MR طبعا .com كذا اللقب تبعها أو النكنيم الخاص بتويتر. شكرا على هذه الصورة، وتحية أيضا لطلابنا في جامعة سحار، ومرحبا أيضا بالمكالمة القادمة من مستمعينا في فقرة أرقام وأغاني. مرحبا. ألو. يا هلا يا هلا ومرحبا يا أخين. أهلا والله. يا مرحبتين. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين الحمد لله بخير. الله يسلمك. يا هلا، من معنا؟ أبو أيوب الكلبان. أيوب الكلبان. يا مرحبا بك أيوب، من وين تكلمني يا الكلباني؟ والله من ولاية عبري. من عبري؟ كيف أهالينا في عبري وكيف البرد معاكم؟ والله الحمد لله رب العالمين، الجو معتدل. معتدل ماشي برد؟ لا والله ما برد كثرة. حياك أيوب، عرفت الأغنية اللي نسأل عنها في أرقام وغاني لليوم؟ نعم، مرة السنة راشد ماجد. راشد الماجد؟ نعم، مرة السنة هذه الأغنية المسرعة بالضبط. ما أعتقد راشد الماجد. عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله. ايوه مرت سنه، هي عنوانها مرت سنه. عبد المجيد ومن؟ عبد المجيد والله عبد ما ادري صراحه. وفنان العرب من؟ محمد عبده. محمد عبده. مرت سنه لعبد المجيد عبد الله ومحمد عبده، ونحن طلبنا ايضا من ضيفنا الاسبوع الماضي انه يغنيها زياد الحربي، لكن نوجه له أجمل التحايا أن زارنا، لكن إن شاء الله يكون أيضا خلال الفترة القادمة معانا بصوته ومشاركته كعازف عود أيضا. نتمنى له التوفيق. نسمع مرت سنة. مرت سنة والعين يعشقها السهر، ومرت سنة والشوق باقي ما نمحى، ومرت سنة والقلب ذابحها الهجر، ومرت سنة والهجر عيام استحى. مرت سنة والعين يعشقها السهر، مرت سنة والشوق باقي ما نمحى، مرت سنة
والقلب ذابح الهجر. مرت سنة والهجر عيام استحى. مرت سنة مرت سنة وانا انتظر. مرت سنة والوصل نايم ما صاح. ومرت سنة ما جاء من الغالي خبر ودارت على حب المحبين الراحة. مرت سنة مرت سنة وانا انتظر. مرت سنة والوصل نايم ما صاح. مرت سنة ما جاء من الغالي خبر ودارت على حب المحبين الراحة. أيضا إسماعيل مبارك غناها بنظام الجلسة. شكرا لك طلال سالم سعيد الجرداني على مشاركتك. ومرت سنة مرت سنة صبر وعذر في الصبر. شماتت أصحاب الشوارب واللحى وعيونه السود وشفايف الحمر. جديل يضفى فوق متنه لانتحى. صدر يسد الليل عن نور القمر. قد يسد الصبح عن شمس الضحى. ومرت سنة وأخاف ليروح العمر. وأنا انتظر والشوق باكي من محا. والهجر عيام استحى. أخبار شبابنا وكل شيء ما لعجبنا. أخبار شبابنا وكثير منهم بالفعل يعني يلتقطوا الصور المسائية ويرفقوها على صفحتنا الخاصة في تويتر اللي نستقبل فيها أكيد تغريداتكم وصوركم وأفكاركم المسائية. مرحبا بالجميع، مرحبا أيضا المتابعين الجدد اللي انضموا لمتابعتنا الآن واللي تابعنا أول مرة ويتابع صفحتنا على تويتر، نقول له مرحبا بك معانا عبر أثير إذاعة الشباب. ونرجع إلى أخبار شبابنا. فهد بن خميس بن سالم الحارثي قال بشارك وياكم وين موقعك يا فهد، ومرحبا بك في فقرة أخبار شبابنا. إذا نستقبل الاتصال أيضا فهد، نتصل فيه. اللي حاب منا نتصل فيه ويقول زحمة على خطوط البرنامج، نقول له مرحبا بك، بس اكتب لنا مشاركة مساكم أحلى الاسم والقبيلة على 90456 وعلى طول بنسمع صوتك. الحسين العامري بنتصل فيك. طلال بن سالم بن سعيد الجرداني جاوب على أغنية أرقام وأغاني والغاز وفنانين، لكن لا زال هناك أيضا الكثير من الأغاني من مكتبة إذاعة الشباب اللي رايحين نستعرض أيضا مجموعة من الأغاني العربية. ناخذ صوت ونقول لفهد مرحبا. فهد ما يرد علينا، الحسين العامري يرد، بنتصل فيهم. طيب نروح شوي للتغريدات لحد ما نروح للحسين. مرحبا. مرحبتين وسهلين والله. يا مرحبا، تأخرنا عليك صح عشان ما تقول زحمة بس على خطوط البرنامج. لا لا اتصلت فيني بس تكلمت ما حد يرد علي. من فهد ولا الحسين الحين؟ أنا تلخبط. أنا الحسين. الحسين يا مرحبا يا الحسين. أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله الأمور طيبة. يا مرحبا. تقول تستحي وما تبغى تشارك، بس مشاركنا من خلال تويتر يعني بتغريداتك يا لا الحسين. لا والله اتصلنا كم مرة بس الخط مراد يشبك معنا. لكن شفت المجال مفتوح للجميع، يعني إذا حاب تشارك بس تكتب مشاركة ونشاركك معنا يا الحسين إن شاء الله. من وين تكلمنا؟ وين موقعك حاليا؟ والله موقعي حاليا في البيت. في البيت. ايوه. زين ليش زعلان؟ مو زعلان والله.
بس تعرف خمسة رياضة وتعب وهيك يعني. إنزين ليش ما أخذت لنا صورة في الصالة الرياضية عشان نشارك المستمعين في صفحتنا على آت شباب راديو أمان في تويتر؟ والله ما يقع على بالي، إن شاء الله بكرة. بكرة بكرة يعني بنتظرها الصورة. إن شاء الله ما يهمك. كيف صحتك يا الحسين؟ طمنا عليك. الحمد لله. متابع البرنامج بشكل مستمر؟ والله شوية يعني. ما أنا مستمر. بس متابع صفحتنا في تويتر؟ بس متابع الصفحة في تويتر. جميل، أنا سعيد جدا بتواصلك وتشرفنا أن نتعرف عليك يا الحسين. يا حبابك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. إيش موعدك القادم وإيش ساعاتك القادمة؟ هناك مواعيد معينة عندك خلال الساعات القادمة من وقت اليوم؟ والله الحين بطلع الخوض بعد شوية، انت مشوار هناك نقضي ونرجع إن شاء الله. يلا مرحبا بك يا الحسين، حبينا نسلم أيوة عليك ومساءك سعيد ومرحبا بك معنا. شكرا شكرا يا حبيبي. المتصل الثاني ما يرد علينا، بنحاول يعني نشارك طبعا كل الاخوان اللي حابين يشاركونا ايضا ويقولوا زحمه. بنروح شوي للتغريدات. مرحبا عدنان، مرحبا اسعد منورين، هذا الابداع وانا الان اتابع صفحتكم بالفعل. تحياتي لكم، برنامج جميل ومرت سنة ممكن ما تابعت الإذاعة لكن صفحتكم واليوم شغلت الإذاعة حسيت بشيء جديد. تحياتي لكم. سالم الكعبي مرحبا بك. مكسور الخاطر يقول أنا منكسر خاطري من كثر ما اتصل لكن ما أسمع صوتكم، لكن تغريدتي إن شاء الله توصل لكم ولاستوديو إذاعة الشباب. شكرا لك ومرحبا بمتابعتك. سيف النهدي و34 متابع جديد لصفحتنا على تويتر على آت شباب راديو أمان، هذا اللي نباه عدد المتابعين على صفحة إذاعة الشباب على آت شباب راديو أمان. وفتحنا المجال أيضا لصوركم المسائية. أغنية مرة سنة لعبد المجيد عبد الله محمد عبده صح يا شيماء؟ يا ريت البعض يعني ما يحط لي ألقاب، يعطيني الاسم والقبيلة أو الاسم من خلال كل تغريدة يعني واردة على صفحة إذاعة الشباب. أخوي عدنان حبيت أمسي عليك وأمسي على طاقم البرنامج الجميل، وأشكر أسعد وعدنان وكل فريق عمل مساكم أحلى على محطاتكم المسائية. شكرا يا أبو الحسناء المعولي. مرحبا أيضا بهذه التغريدة تقول ابتسامة صادقة وقلب نظيف وتعامل حسن ونفس مرحة وكلمة طيبة هكذا تعيش جمال الحياة. مساكم ورد، تحياتي لكم. اس اتش شكرا على هذه التغريدة. طلال مرحبا بك، قمنا بتفضيل ايضا الصور اللي بعثتها لنا، اربع تنبيهات جديدة بتغريدات جديدة من المستمعين. ابو حسناء المعولي قام بتصوير احدى المعالم ايضا السياحية في السلطنة، بس ما ذكرت لنا وين هذا المعلم من خلال الصورة، ونحن بنقوم بإعادة التغريدة على أساس نشوف تغريدات أيضا الواردة بمشاركة الأحبة على تويتر. شكرا على متابعتك أخي عدنان، وشكرا لأخي أسعد. كيفكم؟ كيف الحال؟ مكسور الخاطر يقول كيف صحتكم؟ أشكركم على البرنامج الرائع والأجمل. السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه تحية من أسعد يقول رائع رائع أسعد، وشكرا لكم جميعا. شكرا على المتابعة، البرنامج يحلى بتواصلكم. هلا عدنان البرنامج زين، وقال راغب علامة نسيني العالم. نحن بننساكم شوي مع هالفاصل لكن بنرجع لكم من جديد. لو ألف الدنيا لو ألف العالم مش ممكن زي غرامك انت ألاقي غرام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك. ضمني خليك ويايا، دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك. طمني خليك ويايا، دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. كان أجمل يوم في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي، ما قدرتش أتحمل من غير ما أفكر لحظة لقيتني بدوب في هوا. خدتني من كل الناس، عشت في أجمل إحساس ونسيت يا حبيبي الدنيا معاك. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو سني أنا ببعد عنك
برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك وياي دوبني ودوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقول لك دي شهد علي انا جنبك وبحبك مش ممكن اقدر انا يا حبيبي في يوم انساك بتمنى العمر يطول وافضل احبك على طول ده انا يا ما حلمت اكون وياك لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك برجع مشتاق ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك وثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام إذاعة الشباب من سلطنة عمان الصفا للأغذية تقدم لكم نقانق الدجاج الحارة الجديدة من الصفا حارة ومعدة من أجود وأنقى المكونات الطبيعية والنكهات نقانق دجاج الصفا الحارة لذيذة على كل لسان احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعيش حياة صحية نقانق دجاج الصفا الحارة تجعل مناسباتك ممتعة الصفا الشعراء يلتقون ومن نبض أحاسيسهم يبدعون يحلقون مع سحر المعاني يسافرون مع الكلمة رفيقة وصديقة شعر برائحة الياسمين بلغة الضاد العزيزة وبإيقاع النبط المحبب مهرجان الشعر العماني التاسع من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر المكان مسرح كلية العلوم التطبيقية بنزوة الزمان من السابعة وحتى تمام التاسعة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مهرجان الشعر العماني التاسع مع أحمد الحمداني كل شيء جديد في عالم الموضة مرحبا بالمغردين مرحبا بالرسائل النصية القصيرة حول المواضيع المطروحة في عالم الموضة والجمال رح نتكلم اليوم عن أسباب الهالات السوداء في البشرة وكيف العلاج أيضا لهذه الهالات السوداء وكيف الوقاية أيضا هناك تقنية كرابوكسي أعتقد كذا مسماها الكرابوكسي هذه تقنية جديدة من خلال الجلسات لكن تفاصيلها أكيد مع الدكتور محمد
محمد حجازي أخصائي أمراض جلدية وتجميل الجلد، عضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية وعضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية وتجميل الجلد معنا، رايح يوضح لنا كيف ممكن نعالج الهالات السوداء في البشرة أو الجلد بشكل عام. دكتور مرحبا بك معنا، ومسائك أجمل ومسائك أسعد إن شاء الله، ومسائك جمال بإذن الله مع مستمعين إذاعة الشباب. خير خير أخ عدنان، ومرحبا بك أنت وكل معك في الاستوديو وكل مستمعينك الكرام. الله يسلمك وعافيك، أنا سعيد جدا بتواصلك معنا دكتور محمد، واليوم رايح نتكلم عن الهالات السوداء في الجلد بالتحديد والبشرة بشكل عام. ممتاز. هي الهالات السوداء طبعا من أكثر المشاكل اللي احنا بنشوفها في عياداتنا في الأمراض الجلدية وفي التجميل بالذات، بتبقى أسبابها متعددة، بس نقدر نختصرهم في إن هي إما أسباب وراثية إن الدورة الدموية في المنطقة اللي حوالين العين بتبقى أسباب وراثية بطيئة شوية فبتبدأ تنتج عنها الهالات السوداء، أو إن ممكن يبقى فيها اللايف ستايل، يعني الإنسان نفسه بيجهد جامد ما بينامش كويس أو بيشرب سجاير كتير أو بيدخن بشكل شرك. بعض الناس طبعا بره بيبقى الكحوليات لما بتبقى زيادة بيبقى يزيد برضو موضوع الهالات السوداء، أو يبقى واحد عنده الاثنين، عنده مشكلة وراثية وبتزودها كمان إن هو عدم قلة النوم أو شرب القهوة والشاي كتير أو شرب السجاير كتير، كل الكلام ده بيبدأ يؤدي إن الهالات السوداء تبدأ تظهر معانا. ملهاش سن، ممكن تبدأ في الشباب الصغير وممكن تبدأ في الناس الكبار، بيهمنا جدا ان احنا نبدا نعالجها عشان نبدا تخفف شويه من الشكل ده، بنسميها حتى ساعات الباندا ايز لما بتبقى زياده شويه شبه الباندا، العينين بتبقى داكنه جدا، بس بتتحسن بنسبه كويسه ان شاء الله مع استمراريه في العلاج، دي مهمه جدا. جميل دكتور، ايضا هناك ايضا تقنيه جديده اللي هو كروبوكسي، اعتقد كذا المسمى اذا كان صحيح، بس لو توضح لي وتوضح للمستمعين هذه التقنيه. مظبوط، هو اسمه الكربوكسي ثيرابي، كربوكسي ثيرابي او العلاج بثاني اكسيد الكربون. دي عباره عن تقنيه بقى لها فتره موجوده، بدات اعتقد خلال الاربع او خمس سنين اللي فاتوا تبدا تاخد سمعه كبيره. بتستخدم لكذا حاجه زي علاج الهالات السوداء، زي علاج الستريتش ماركس او علامات تمدد الجلد، ولكن هي نتائجها افضل في علاجات الهالات السوداء. بتستخدم عباره عن غاز بيتحقن تحت الجلد عن طريق ابره رفيعه جدا، بيحصل فيها تغذيه للمنطقه دي بغاز ثاني اكسيد الكربون اللي معروف عنه انه بينشط الدوره الدمويه، لذلك هو لما بيبدا تنشيط الدوره الدمويه في المكان اللي فيه دوره دمويه بطيئه يبدا اللون بتاع الهالات السوداء يبدا يخف تدريجيا. بنحتاج منه جلسات ما تقلش عن خمس او ست جلسات، وبعد كده بيفضل ان دايما يبقى فيه بعد كده جلسات للمينتنس ممكن كل شهرين او ثلاث شهور. لو المريضه وقفت بيبدا يرجع تاني، فلذلك يفضل دايما ان المريض يبدا ياخد العلاج ويبدا دايما يحافظ على النتيجه، ولو حتى مرتين او ثلاث مرات في السنه دي بتحافظ على ان النتيجه تفضل معاه. نعم، لها اثار جانبيه دكتور، يعني البعض يخاف من هذه التقنيه او من الحقن ايضا، خاصه اللي فيها مواد قد تغير ايضا صبغه البشره. هو وقت الإبراء نفسه بيبقى فيه شوية انتفاخ في منطقة الجفون، الانتفاخ ده بيستمر لمدة 4 دقائق لخمس دقائق يعني، وبعد كده المريض بيطلع من العيادة زي ما دخل من العيادة، ما بيبقاش فيه عنده انتفاخ مدته طويلة ولا أي شيء، هو مجرد وقت الإبراء. قد يكون في تأثير بسيط جدا زي نقطة زرقاء مكان الإبرة أو حاجة، دي بتبقى حاجة طبيعية لأي استخدام لأي إبرة بتعدي الجلد. الدكتور بيبقى حريص شويه وهو بيعمل الابره ان هو بياخد باله ما يبقاش فيه عنده عرق سطحي او حاجه بيتفاداه، وغالبا بنسبه كبيره جدا ما بيبقاش فيه اي حاجه خالص، المريض بس مجرد بيطلع من المركز يمارس حياته طبيعيه جدا. جميل، مفيش اي مشاكل. نعم، كيفيه الوقايه من الهالات السوداء، يعني كيف ممكن الواحد بدال يتجه لعياده، كيف ممكن ايضا يبدا ان هو يهتم؟ طيب هو بص، هو طبعا الهالات السوداء وعلاجها او الوقايه منها ديت من اهم الحاجات اللي تخلينا نقلل حتى من استخدامات الادويه فيها. مهم جدا اللايف ستايل موديفيكيشن او تغيير النمط الحياه اليومي بتاع الانسان، لو الواحد بيسهر كتير لازم يقلل نومه، يقلل السهر كتير ويزود الفترات بتاعه النوم وتبقى فترات مظبوطه ما ينامش الصبح ويسهر الليل. تاني حاجة تدخين يقل بشكل كبير، ده مهم جدا، ولو يقدر يمنعه خالص يبقى أفضل وأفضل.
اتفقنا ان برضو بيزيد الموضوع ده مع الحاجات اللي بيبقى فيها كحوليات، فيفضل برضو عدم تناول الحاجات دي خالص. الحاجات المهمة جدا كمان ان الشاي والقهوة، وانت عارف طبعا ان القهوة دي من الحاجات الضرورية لمعظم الناس، وبالذات في المنطقة بتاعتنا القهوة تعتبر شيء اساسي. بفضل انك انت ما تشربش قهوة وشاي كتير، يعني تقلل على قد ما تقدر، ولو حتى فنجان في اليوم يبقى كفاية. اما لو اللي بيشرب اكتر من كده بيبدأ مادة الكافيين تبدأ تسبب شوية الهلال السوداء برضه. نعم. ويفضل دايما يحصل كريمات ترطيب للمنطقة. بننصح ان ممكن نعمل كمادات بالشاي على العين، يعني نجيب الشاي بكيس ونحطه في الفريزر يبقى ساقع شوية، وبعد كده ننزله بشوية مية خفيفة ونحطه لمدة 10 دقايق 3 مرات في الأسبوع، الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر، بتحسن من الهالات السوداء. ودي وصفة سهلة جدا ممكن أي واحدة تعملها في بيتها، دي بتحسن بنسبة كبيرة جدا. نعم، أنا سعيد جدا بتواصلك دكتور. رسالتك الأخيرة للمستمعين اللي كانوا يسألوا عن الهالات السوداء وكيف أيضا علاجها، عملية العلاج بطريقة سهلة أيضا ممكن نتحدث عنها الآن لمستمعينا اللي حابين أيضا يجربوا هذه التقنية الحديثة. ده في كمان غير التقنية ديت، في وسائل تانية لتفتح المنطقة ديت زي الحقن البلازما لو اتكلمنا فيه قبل كده لعلاج التجاعيد، اكتشفوا انه بيحسن كتير جدا الهالات السوداء. وحتى ابر التعبئة او الفيلرز ساعات بنستخدمها لما تبقى الهالات السوداء في العين الغائرة داخل الجوه تبقى باينة ازيد شوية، مجرد ان احنا بنعبي المنطقة ديت بابر التعبئة بتعمل افكت، بتدي نتيجة سريعة جدا انها بتحسن من انعكاس الضوء في المنطقة. جميل. فبتخلي المنطقة تبدو ان هي افتح. وتحاول ان ايضا تكون العين بارزة من خلال الابر الخاصة بالتعبئة، صحيح دكتور؟ افندم معلش تاني سؤال، يعني اذا كانت العين غائصة مثل ما ذكرت ممكن ابر التعبئة هي تبرز دي بتفيد وتجيب نتيجة كمان سريعة جدا في نفس الجلسة، المريض بيشوف على طول الفرق في التحسن في خلال 10 دقائق بالضبط يعني. جميل جميل دكتور، أنا سعيد جدا بتواصلك معنا، وإن شاء الله اليوم المستمعين استفادوا بشكل كبير حول أيضا أسباب الهالات السوداء من خلال سياق حديثك السابق وكيفية العلاج والوقاية أيضا من الهالات السوداء، وأيضا تحدثنا عن التقنية وعدد الجلسات يعني مش طويلة ولا كثيرة. بإمكانكم أيضا متابعة التفاصيل مع الدكتور محمد حجازي أخصائي أمراض جلدية وتجميل الجلد، عضو الجمعية الأمريكية الجلدية وعضو أيضا في الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية وتجميل الجلد بمركز الإمارات الطبي. إذا حابين أكيد تزوروا ما رايح يقصر معاكم دكتور، ما وصيك على مستمعينا. تقلقش يا أخي عدنان، ما تقلقش خالص، كده ممكن يتوصلوا كمان عن طريق السايت بتاع المركز، بيبعتوا الأسئلة اللي هم عايزينها وأنا بجاوبهم عليها عن طريق الانستجرام أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق حتى التويتر والبليك بيري، دي ممكن وسائل التواصل السريعة، نقدر تبعتوا الأسئلة وأنا بجاوبها وببعتها لكم على الاكاونت بتاعتهم على طول. نعم، شكرا جزيلا دكتور، شكرا على تواصلك معنا الدكتور محمد حجازي أخصائي أمراض جلدية، شكرا. العفو يا فندم. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا.
سينتهي العصر القديم على يدي وأقيم عاصمة النساء بديلا حبيبتي أوز الشموس مراكبا وخيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي لأكون بين العاشقين رسولا حياكم الله من جديد وعودة لمستمعينا ونتواصل في مواقع التواصل. هناك مجموعة من التغريدات، مجموعة من الصور اللي بالفعل سعيدين جدا أن نعيش معاهم مستمعينا الأجواء المسائية من خلال الصور اللي أرفقوها في أيقونة تويتر على صفحة آت شباب راديو أمان. شكرا أيضا للمشاركين على الانستغرام يعني بصورهم بأفكارهم الرائعة. عاشق الخواطر يقول في تغريدة: الشباب مستمتعين معك أخي عدنان بكل فقرات البرنامج وأيضا فقرة الجمال والموضة. شكرا لبرنامجكم الجميل وشكرا أيضا لفقراتكم المنوعة. تحياتنا أيضا لأخي سليمان العاصمي. شكرا. خالد الخصيب يقول: كيف الحال عدنان وكيف طاقم البرنامج؟ أشكركم على البرنامج الجميل والمتألق دائما، وشكرا لك على الفقرات الجميلة عدنان. متى فقرة net.com حول التطبيقات الجديدة؟ إن شاء الله نحاول بكرة تكون الفقرة معانا. شكرا يا خالد الخصيبي. تحية أيضا لأبو أحمد يقول: هنا أجمل وأعمق الأودية في السلطنة، وحط لنا صور أيضا لهذا الوادي بولاية الحمرة بمحافظة الداخلية وادي النخر. ننتظر زيارتكم أخي عدنان ومرحبا بالجميع. شكرا على متابعتك أخي العزيز، وتحية لمحمود الهلالي. سلطان المحرم يقول: مساء الخير، فقرة جميلة عالم الموضة والجمال وخاصة الهالات السوداء اللي تكون تحت العين، لها أيضا علاجات كثيرة جدا لكن البعض ما يعرفها. معلومة جميلة من الدكتور محمد حجازي، إن شاء الله استفدت سلطان، شكرا على متابعتك. علي سالم الجهوري يقول: خصب جميلة وهادئة، وهذه صورة لخصب. شكرا يا علي ومرحبا بك معنا مع التمارين. تحياتي لكم. قبل اللعب أبعث لكم السلام والتحية عبد الرحيم بن سالم العبري، ما أدري هو معنا على الخط، حب كان يشاركنا. عبد الرحيم مساء الخير يا عبد الرحيم. بالنور والسرور يا عدنان، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك، الحمد لله بخير وعافية. حياك الله، مرحبا بك عبد الرحيم. عبد الرحيم، أنت اللي رسلت لنا التغريدة ورسلت رسالة نصية قصيرة. رسلتكم تغريدتين عدنان، واحدة أعمق الأودية في الولاية
وصورة للتمارين الرياضية قبل اللعب اليوم. الحين وصلنا عن على صورة التمارين الرياضية، كنت معاهم؟ وين وين صورتك؟ ما أشوف ما شاء الله الشباب كذا ماخذين الصورة. أنا هناك بالصورة بالنص، يمكن أسعد يعرف صورة إذا كان شاف في يوم من الأيام في البروفايل مالك ذا في التليفون. منور منور يا عبد الرحمن، نورة عدنان، نور نورك، بس احنا كنا أكيد نشارككم بهذه الفرحة الجميلة صراحة. أسعد يقول خلاص شاف الصورة وعرفك، عرف عبد الرحيم. لا هو ترى لأن احنا كنا شيء حلو نأخذ صورة شيء تذكارية مع الشباب، وإحنا قبل لا نلعب كل يوم نلعب مع الشباب وكل يوم نمارس الرياضة هنا في الولاية، فخلنا زين ناخذ صورة كذا قبل بداية اللعب هنا عندنا، وخذينا صورة وأثناء سماع للبرنامج بعد الصلاة على طول بعثتك هذه التغريدة اللي هي مع التمارين الرياضية، وجبنا لك بنشارك وجبنا لك بعض المناطق السياحية هنا في الولاية. تعجبني أنا بكذا أبا تفاعلكم كذا بشكل مستمر يعني من خلال صفحتنا وبصوركم مواقعكم أيضا الجميلة المسائية اللي تقضوا فيها أكثر من ساعة زمنية من خلال تواصلكم مع فكر جميل أخي عبد الرحيم. عبد الرحيم نعم عدنان، أنا سعيد جدا بتواصلك معنا، وأباك تزودنا دائما بالصور وتخلي الناس أيضا تتفاعل معك من خلال التقاطك للصور الجميلة بإذن الله عدنان. وبعد أنا أطمنك على شيء، على أن الأسبوع القادم بتاريخ 12-12 يوم الجمعة يبدأ عندنا دوري لكبار السن خاص في الولاية هنا. جميل، شكرا جزيلا. هم كلهم من سن 79 فما دون، طبعا كل كبار السن بيكونوا موجودين يلعبوا عندنا في الولاية ما شاء الله، اللاعبين اللي كانوا موجودين في السابق. يلا كل التوفيق لهم. بقيادتهم أبو حسين اللي هو الأستاذ علي العبري. إن شاء الله تحية تكون واصلة لأبو علي، تحياتنا لك يا عبد الرحيم ومرحبا بك معنا. حياك حياك. شكرا. نروح إلى فقرة أرقام وغاني والغاز وفنانين، ونسأل عن أغنية شوي من الأغاني الطربية. إذن الاختيار الثاني من الأغاني اليوم من مكتبة إذاعة الشباب، اخترنا لكم أغنية يعني ما أعتقد أنكم ما تعرفوها، يعني قريبة من كل الأجيال من كل الأحاسيس تتابعوها، لكن للفنانة والفنانة ما لهم وقت محدد لأغانيهم، سواء أغانيهم الجميلة اللي ارتسخت بالكلمة في أذهاننا أو باللحن. إذا بنأخذ أصواتكم على 24-6-9-8-1-5-1 ورقمنا الدولي على 00-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. 7 خطوط بانتظار المستمعين، ومرحبا بالجميع على 24-6-9-8-1-5-1. مرحبا. حد ما توصل المكالمات. طيب نروح شوي أيضا للتغريدات ونسأل عن الأغنية اللي سمعناها. إذا حابين نعيد لكم المقطع حاضرين، إذا ما لحقتوا أيضا على المقطع الغنائي اللي نسأل عنه في أرقام وغاني والغاز الفنانين، وهذا المقطع. نبدأ باستقبال صوت جديد ومشاركة جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك، بحب أن أشترك إن شاء الله في المسابقة إن شاء الله. يا مرحبا، إيش تبشرني؟ نعم؟ تقول لي أحب أبشرك بإيش؟ في الموجودة في الإذاعة معاكم. حياك الله. أقول اسم الأغنية. الله يسلمك. الله يعافيك وسلمك، كيف صحتك إن شاء الله طيب؟ الحمد لله بخير والله. من معنا؟ معك مهندس علي مراد. من؟ علي مراد. علي مراد، يا مرحبا يا علي، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير والله الحمد لله. من وين تكلمنا يا علي؟ أنا بكلمكم من واخدين مشروع ما بين محوط وسناوي الشريفة. مشوارك طويل يعني يا علي. جدا. يلا توصل بالسلامة، حياك الله يا علي. أنت مقيم في السلطنة من كم سنة علي؟ أنا 3 سنين. 3 سنين. لا تقول لي ما تعرف الأغنية يا علي، مستحيل. لا لا عرفتها، حبيتك من سيد النوف. لمين؟ لفيروز. طبعا فيروز ما لها وقت ولا زمان بأغانيها وكلماتها. أكيد طبعا الأغاني دي حكاية يعني. نعم. الأغاني القديمة دي صحف. والله زين لفتنا انتباهك بهالأغنية يا علي وتشاركنا. نعم. أقول كويس إن نحن لفتنا انتباهك وشاركنا اليوم وسمعنا صوتك. لا لا يا علي. أنا بحب أسأل إذاعة دي بس بتبعها أكثر في الصباح.
الله يسلمك. نرمي وقت الصباح الإذاعية سهل الرقيشي. نعم. آه. جميل. واليوم فيروز جابتك معانا، تابعنا المساء، شفت ازاي يا علي؟ الله يسلمك. ونحب نسمع حاجة برضو لمحمد منير برضو. ان شاء الله حاضرين، تحياتنا لك يا علي. ان شاء الله. شكرا. نسمع فيروز لجميع اهالي السلطنة، وان شاء الله ربنا يعطيكم ان شاء الله خير. امين يا رب العالمين. امين. الله يخليك. شكرا. الشعراء يلتقون ومن نبض أحاسيسهم يبدعون، يحلقون مع سحر المعاني، يسافرون مع الكلمة رفيقة وصديقة. شعر برائحة الياسمين، بلغة الضاد العزيزة، وبإيقاع النبط المحبب.
مهرجان الشعر العماني التاسع من 7 إلى 11 من ديسمبر. المكان: مسرح كلية العلوم التطبيقية بنزوة. الزمان: من 7 وحتى تمام 9 مساء عبر أثير إذاعة الشباب. مهرجان الشعر العماني التاسع مع أحمد الحمداني. ها هو طائر الشعر العماني يصفق بجناحيه في ساحات نزوة ويحيط بين رياضها الغناء حول ريشته الملونة بأكثر من قصيدة وشاعر. فعاليات مهرجان الشعر العماني أيضا التاسع بإذن الله بلقاء مستمر مع الشعراء والفعاليات المستمرة بمهرجان الشعر العماني التاسع عبر أثير إذاعة الشباب باستوديو خارجي بإذن الله بولاية نزوة من خلال تواجد الأستاذ أحمد درويش الحمداني وتغطية مباشرة لفعاليات المهرجان مع الفعاليات المصاحبة وافتتاح أيضا مهرجان الشعر العماني التاسع اليوم. هناك تفاصيل كثيرة في تمام 7:30 عبر أثير إذاعة الشباب، يعني بعد لقائنا معاكم عبر أثير إذاعة الشباب في مساكم أحلى ومحطاتنا المنوعة. ننتقل إلى فقرة أخبار وأحداث وحول الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة مسابقة التصوير الضوئي نصون عماننا الجميلة. مساكم أحلى مساكم أخبار وأحداث. مسابقة التصوير نصون عماننا الجميلة بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي. ما هي المحاور المشاركة في هذه المسابقة؟ هناك تفاصيل كثيرة جدا مع الأستاذ أحمد الصباحي مدير البيئة بالشركة. مساء الخير ومرحبا بك معنا أستاذ أحمد الصباحي. مساء النور ومساء جميل لكل المستمعين في هذا المساء الطيب. أنا سعيد جدا بتواصلك معنا عبر أثير إذاعة الشباب في أخبار وأحداث لهذا اليوم، ونتحدث عن مسابقة التصوير وحول المحاور أيضا في المشاركة في مسابقة التصوير الضوئي نصون عماننا الجميلة. نعم، مثل ما ذكرتي طبعا مسمى مسابقة التصوير هو نصون عماننا الجميلة، وبها محورين. المسابقة مكونة من محورين. المحور الأول أن يتقدم المشترك بصور تجسد جمال الطبيعة العمانية، الذي يعنى بإبراز الجانب الجمالي لطبيعة عمان وتضاريسها الطيبة والجميلة والتعريف بمفردات عناصر تنوعها الإحيائي كالنباتات والطيور والحيوانات البرية والبحرية النادرة والمناظر الطبيعية. أما المحور الثاني فيتجسد في أن يتقدم المشترك بصور التي تهتم بأثر النفايات على صحة الإنسان والبيئة، وبمعنى آخر يعنى بتسليط الضوء على الأثر الصحي والبيئي للنفايات، كما يحاول إيصال فكرة أهمية التقليل من النفايات وإعادة استخدامها. نعم أستاذ أحمد الصباحي، يعني ككوننا أيضا في مساكم أحلى اليوم تحدثنا من خلال فقراتنا المتنوعة نصون عماننا الجميلة بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي وهذه المسابقة، أيضا لو نتحدث عن الصور اللي تجسد أيضا جمال الطبيعة العمانية. دائما كنت أسأل أنا كعدنان الميمني عن جمال الطبيعة العمانية، يعني كيف ممكن أيضا نبرز الجانب الجمالي لطبيعة وتضاريس السلطنة والتعريف بمفردات عناصر تنوعها الإحيائي كالنباتات والطيور والحيوانات البرية والبحرية والنادرة والمناظر الطبيعية من خلال هذه المسابقة، كمسابقة أيضا تكون فيها الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة عمان حول مسابقة التصوير الضوئي في عملية أيضا تقديم هذه الصور للمتابعين والزوار على أرض السلطنة. نعم طبعا الصور هذه مثل ما ذكرنا احنا نحتاجها لأن تبرز جمال عمان وأيضا أثرها على أثر النفايات على البيئة والطبيعة. لكن أيضا من خلال هذه المسابقة في لازم هناك في شروط معينة يجب ينبغي على المشارك أن يلتزم بها، ومثل ما ذكرنا أن المسابقة أيضا هي مفتوحة لجميع المصورين الضوئيين المحترفين والهواة مقيمين بالسلطنة، وأيضا من الضروري أن تكون الصور المقدمة حديثة ومن تصوير المشارك شخصيا، وأيضا لم يسبق المشاركة بها في المسابقات السابقة.
كما أيضا المسابقة تقبل الصور المعالجة رقميا بالألوان أو بالأبيض أو بالأسود، ولا تقبل الصور المأخوذة بواسطة الهاتف النقال. جميل، خلينا نتكلم عن شروط المشاركة أيضا، يعني هناك شروط كثيرة، لو نتعرف على شروط أيضا المشاركة وعدد الصور التي بالإمكان المشاركة بها من خلال لكل مشارك أن يقدم كم صورة، 4 صور كحد أقصى أو 5 صور، لو نحدد أيضا العدد. نعم، هي المسابقة مفتوحة لجميع الهواة والمتخصصين في التصوير الضوئي. والصور طبعا اللي ممكن المشاركة بها هي 4 في كل محور، عندنا محورين أي بمجموع كل 8 صور يمكن أن يشارك فيها، 4 لكل محور، نعيدها، هي 4 صور لكل محور من المحورين أي بمجموع كل 8 صور، وبإمكان المشارك أن يقتصر في المشاركة فقط على صورة أو صورتين أو 3 حسب ما يراه مناسبا. نعم، إذا نتحدث عن أيضا آلية تقديم الصور وكيف يتم اختيار لجنة التحكيم للمسابقة الصور اللي رايحة تشارك في هذه المسابقة. نعم، خلينا نتكلم عن لجنة التحكيم. طبعا لجنة التحكيم راح يتم اختيارها بدقة بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي، وإن شاء الله سيتم الإعلان عن هذه اللجنة لاحقا. أما آلية تقديم الصور، فالصور يجب أن تقدم بصيغة رقمية على قرص مدمج مع إرفاق استمارة المشاركة التي بالإمكان تحميلها من الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو في مقر الشركة أو الحصول عليها من مقر الشركة في العذيبة، أو أيضا يمكن الحصول عليها من مقر جمعية التصوير الضوئي بالموالح أو بفرعي الجمعية في محافظة الظفار ومحافظة البريمي. متى هو آخر موعد لتسليم المشاركات يعني من خلال هذا الشهر؟ بإذن الله راح يكون آخر موعد لتسليم المشاركات هو 14 ديسمبر من هذه السنة. وضعت الشركة جوائز أعتقد للفائزين، لو نتحدث عنها ونحفز أيضا المصورين الفوتوغرافيين هم بالفعل يصوروا يعني أكثر من صورة من خلال التقاطهم للصور الضوئية. نعم، الشركة حقيقة وضعت 10 جوائز تنقسم على المحورين، أي 5 جوائز لكل محور. الجائزة الأولى تساوي 1000 ريال عماني، والجائزة الثانية تساوي 750 ريال عماني، والجائزة الثالثة تساوي 500 ريال عماني، وهنالك جائزتين تقديريتين قيمة كل واحدة منها 250 ريال عماني. جميل، هذه هي الجوائز اللي لكل محور. استقبلت الصور أستاذ أحمد؟ والله بدأنا في استقبال بعض الصور. نعم، وطبعا إذا في أي أحد عنده استفسار أو عنده رغبة أو عنده أي سؤال يحب يسأله، إحنا على كامل الاستعداد إن نساعد الإخوة المصورين واللي يحبوا يفهموا عن أي شيء لتوصيلهم الفكرة المناسبة والمطلوبة. نعم، إيش الهدف أيضا من الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة أنها تشارك في هذه المسابقة، مسابقة التصوير الضوئي؟ هو احنا احد برامجنا كان من ضمن برامج التوعيه هو فعلا عمل مسابقه للمصورين الهواة المحترفين عن البيئه وعن النفايات، فاحنا نحاول قدر ما نستطيع ايصال رساله للمجتمع العماني للمقيمين وللمواطنين، فان النفايات مهمه جدا وايضا ضروره التعامل معها بطريقه صحيحه، وايضا نطلب مساعده المجتمع وكل القاطنين في هذه البلد الطيب انه يساعدونا في كيفيه المحافظه على البيئه والتقليل من النفايات الصادرة، لأنه في النهاية هذه مورد من الموارد التي يمكن الاستفادة فيها، وكل ما قللنا من النفايات قللنا العبء على البلد، فنحاول قدر ما نستطيع أن نوعي الناس ونوعي المجتمع بأهمية التعامل مع النفايات. نعم، أستاذ أحمد الصباحي مدير البيئة بالشركة، شكرا جزيلا على التوضيح، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونتمنى أيضا للفائزين والمشاركين في هذه المسابقة بالفعل بالتقاط أكبر عدد من الصور الضوئية من خلال مشاركتهم، والمجال مفتوح إلى تاريخ 14 ديسمبر 2014 لهذا العام من خلال مسابقة التصوير الضوئي. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله نتمنى من الجميع المشاركة فيها بإذن الله. شكرا جزيلا. إذن يعني المجال مفتوح، بإمكانكم أنكم تشاركوا في مسابقة التصوير الضوئي. الشركة أيضا وضعت جوائز عدة للمشاركين، وسيتم اختيار لجنة التحكيم للمسابقة أفضل صور، وبإمكان لكل مشارك أنه يقدم 4 صور كحد أقصى مع تحديد المحور، بالإضافة أن هناك جوائز، المركز الأول 1000 ريال، المركز الثاني 750 ريال، المركز الثالث والجائزة الثالثة 500 ريال عماني، وهناك جائزتين تقديريتين بكل منهم بقيمة 250 ريال عماني. بإمكانكم إن شاء الله أنكم تتواصلوا مع مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر أو الانستغرام عمان بي إي
H هذا الموقع OMANBEAH بإمكانكم متابعة التفاصيل وشروط المسابقة، مسابقة التصوير نصون عماننا الجميلة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الصفا للأغذية تقدم لكم نقانق الدجاج الحارة الجديدة من الصفا، حارة ومعدة من أجود وأنقى المكونات الطبيعية والنكهات. نقانق دجاج الصفا الحارة لذيذة على كل لسان. احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعيش حياة صحية. نقانق دجاج الصفا الحارة تجعل مناسباتك ممتعة. سواء في مطلع النهار أو في الوقت المناسب للاستمتاع بوجبة على الشاطئ أو اللحاق بمشاهدة أروع عروض نافورة دبي، اعتباراً من 1 ديسمبر اختاروا الوقت المفضل لوصولكم إلى دبي مع 3 رحلات منتظمة يومياً، وتابعوا سفركم إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم. طيران الإمارات، أهلاً بالغد. شرطة عمان السلطانية تدعوكم، شرطة عمان السلطانية تدعوكم، تدعوكم بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي 3 الموحد لزيارة المعرض 11 لمنتجات النزلاء والنزيلات من 7 وحتى 10 ديسمبر بجراند مول مسقط. الفترة الصباحية، الفترة الصباحية من 9 وحتى 12 ظهرا. الفترة المسائية، الفترة المسائية من 4 وحتى 10 مساء. كونوا في الحدث، كونوا في الحدث لمشاهدة أجمل الصناعات الحرفية الخشبية واللوحات الفنية والتشكيلية والملابس والمنسوجات النسائية للنزلاء والنزيلات. خذ بيدي نحو غد أفضل، خذ بيدي نحو غد أفضل. أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثالث مع تحيات إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية، مع تحيات إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية. أسير وفي العلا هممي وأصحاب في الدنا قيمي، أحب الله لا أرضى بغير الله ذي النعم. أسير وفي العلا هممي وأصحاب في الدنا قيمي، أحب الله لا أرضى بغير الله ذي النعم. وأصحاب كل ذي أدب رفيع القدر محترمي، أمين طيب الأخلاق ذي علم وذي شيم. إذا حدثته وبدا كلاما طاب بالحكم، وإن شاورته أهدى لي الأنوار في الظلم. ويدعوني
يقول السعد في الأخلاق والعقبى لذي القيم تفكر في اختيار الصح قبل الحزن. إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا يرفع الآن على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي سبحانك ندعوك ونرجو غفرانا. سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك أبدعت الخلق سبحانك يسرت الرزق وهديت وبينت الحق وصببت علينا إحسانك. سبحانك أسبغت النعم وشملت برحمتك الأمم وعفوت عن العاصي كرما ليتوب ويدعو سبحانك. سبحانك ربي يا ملك سبح بالحمد لك الفلك. سبحان الله سبحان سبحانك ربي سبحانك والكون بطاعته يذعن
ويردد دوما سبحانك سبحانك علام الغيب سبحانك غفار الذنب اغفر ذنبي واقبل توبي فالقلب ينادي سبحانك سبحانك ربي يا هادي يا نور حياتي ومرادي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ندعوك ونرجو. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب FM يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب FM أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا ضيف مساكم أحلى مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب FM حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة وفقرة ضيف البرنامج رح نتعرف على التفاصيل إن شاء الله تخريج الطلبة بكلية التقنية بنزوة يوم غد صباح الغد بإذن الله بمجمع الشباب بنزوة في تمام 11 صباحا تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية. هناك تفاصيل كثيرة جدا مع الدكتور حفيظ بن طاهر بن ظاهر با عمر. مرحبا بك معنا الدكتور حفيظ وأهلا بك في مساكم أحلى عبر أثير إذاعة الشباب في فقرة ضيف البرنامج والحديث عن حفل تخريج الطلبة بكلية التقنية بنزوة. جزاكم الله خير وشكرا لك أخي عدنان على الاستضافة لعرض نبذة بسيطة عن حفلة كلية التقنية بنزوة غدا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا نتحدث عن إن شاء الله استعدادكم لتخريج الطلبة بكلية التقنية بنزوة ليوم غد إن شاء الله 8 من ديسمبر 2014 بمجمع الشباب بنزوة. في الواقع هذا عرس من أعراس الكلية المستمرة وهو حدث سنوي يتم عادة في شهر ديسمبر أو نوفمبر مع احتفالات البلد بالعيد الوطني وفيها نحتفل بخريجي هذه الكلية المتميزين الذين يعني يشرفون البلد دائما في كل المحافل. نعم. لما تحدث عن حفل التخرج كما ذكرت سيكون إن شاء الله في الساعة 11 وسيكون أيضا مباشر من خلال قناة عمان مباشر في لإتاحة المجال لأولياء الأمور والطالبة الذين لم يتمكنوا من الحضور مباشرة في المجمع بإمكانهم الاطلاع على البرنامج من خلال قناة عمان. نعم. هذا السنة إن شاء الله سيكون تقريبا عدد الخريجين 298 خريج وخريجة في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية وهندسة الكمبيوتر كذلك في تخصصات تقنية المعلومات وكذلك في قسم الدراسات التجارية بتخصصاتها المختلفة. الاحتفال كما ذكرت بيكون الساعة 11 ظهرا إن شاء الله و سيكون في الكثير من الفقرات التي تعكس جاهزية الكلية للاحتفال بأبنائها في هذا الوقت إن شاء الله. جميل. إذا نتكلم عن التخصصات أيضا اللي بتقوموا بتخريجها إن شاء الله من طلبة كلية التقنية بنزوة يوم غد دكتور حفيظ. نحن تقريبا عندنا قسم الهندسة فيه تخصصات الهندسة الكهربائية وهندسة الميكانيكية هندسة النفط والغاز هندسة الكمبيوتر ولدينا تقريبا 168 خريج من حملة الدبلوم والدبلوم العالي
كذلك لدينا قسم تقنية المعلومات وقسم الدراسات التجارية، وفيها تخصصات فرعية مثل أقسام الموارد البشرية والمحاسبة وإدارة الأعمال الإلكترونية. وبالنسبة لتقنية المعلومات فيه أيضا تخصصات دقيقة مثل قواعد البيانات والشبكات وهندسة البرمجيات. نعم، ذكور وإناث حفل التخريج غدا، وقمتوا بدعوة أيضا أولياء الأمور، هناك دعوة لأولياء الأمور بحضور هذا الحفل وهذه الفرحة وهذا العرس بولاية نزوة. نعم، نحن نقيم احتفالات الكلية في المجمع الرياضي حتى يستضيف أكبر عدد ممكن، وتم دعوة كل أولياء الأمور والمسؤولين بالمحافظة وكذلك الأكاديميين في المؤسسات المختلفة. جميل، إذا نتكلم عن الفعاليات المصاحبة غدا في حفل تخريج الطلبة بكلية التقنية بنزوة يوم غد صباحا، أكيد هناك فعاليات وأركان أخرى أيضا مصاحبة لحفل التخرج. هو بدنة العادة في بروتوكولات الحفل عندنا أنه يبدأ بعد القرآن الكريم بكلمة العميد، ثم نعطي المجال للخريجين والخريجات للتعبير عن أنفسهم وعن سنوات خبرتهم في الكلية، ويبقون الكلمات التي تعبر عن ذلك. ثم تبدأ بعد ذلك مراسم توزيع الشهادات على الطلبة، وبعد ذلك نختتم الاحتفال. فهي حفلة مبسطة نضع فيها كل إمكانياتنا ليظهر الخريجين في أفضل حلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مستعدين دكتور حفيظ لبكرة بإذن الله من خلال الموقع والقاعة وتزيينها أيضا، سيكون ولا أروع، ولعله غدا إن شاء الله لما تعرض في تلفزيون مباشر سيستمتع الجميع بالحفلة. وقالت العادة إنه كلية تقنية بنزوة حفلات تخرج فيها تعتبر أعراف من الطراز الأول، يعني عرضا وتنظيما وإخراجا، وتم الاستفادة من الشركات المتخصصة في هندسيات الإضاءة والصوت. جميل. حتى تبرز عليها الاحتفالية أكبر قدر من الجماليات. نعم، إيش رسالتك دكتور حفيظ بن طاهر أبا عمر عميد الكلية التقنية بنزوة لإخواننا أيضا الطلبة الدارسين في كليات التقنية في محافظات وولايات السلطنة من خلال تخصصاتهم ومن خلال أيضا إنجازهم في الفترة القادمة بعد التخرجات؟ يعني هناك مخرجات كثيرة في سوق العمل في تخصصات مختلفة من خريجي كلية التقنية سواء بنزوة أو في مسقط أو أيضا المحافظات الأخرى. إذا نتحدث عن شبابنا كيف أيضا يوصفوا تلك الدراسة في أعمالهم في إنجازاتهم أيضا في الفترة القادمة؟ أخي عدنان، قبل ما أتطرق لهذا السؤال خليني أتطرق لنقطة جدا مهمة. عادة الكليات الجامعات مؤشر توظيف هو نجاح الكليات في أداء رسالة مهمتها. نعم. إحنا بنقوم بإنتاج زي المنتج الذي ينزل الأسواق، فإذا كان إقبال على هذا المنتج بشكل عالي بالتالي هو مؤشر نجاح ومؤشر جودة للمؤسسة. نعم. لله الحمد دائما نسب التوظيف خريجي الكلية التقنية بنزوة تحديدا هي من أعلى المؤشرات، ولعلي يعني أعطيك الخبر حصري قبل. جميل. عملنا زي المسخ السريع للخريجين في قسم الهندسة الآن، فواصل العدد عندي أكثر من 75%. ما شاء الله. وأنا لما أتحدث عن خريجين من أيام أو أشهر بسيطة خلصوا التخرج، مؤشر جدا عالي، يعتبر المؤشرات العالمية جدا المرتفعة. هذا يدل على شيء، يدل على انه مواصفات الخريجين وفي موائمه بين احتياجات القطاع الخاص والعام ومستوى خريجينا، ولا لما كان في اقبال سريع لايجاد وظائف لهم. هذا نقطه يعني استقناها ايضا من مسؤولي القطاع العام والخاص، حتى بعض الشركات العالميه اللي كانت في على تواصل يعني احنا على تماس معها بشكل متواصل. نعم. رسالتي للخريجين والخريجات في الكليات الأخرى والطلبة القاعدين على مقاعد الدراسة، إن هذه مرحلة من مراحل حياة الواحد، وبالتالي لابد أنه يستمر في تطوير نفسه وأن عملية التطوير تكون مستمرة. وندعو فيها أنهم يعني يتنافسون ويدعمون مسيرة البناء والتطوير لهذا البلد. الحياة يعني المرحلة هذه فقط مرحلة بسيطة سيكون فيها الكثير من الاستعدادات التي ينبغي أن يستمروا في اكتشاف
معارف وعلوم ومهارات وخلاقيات عمل دائما يضعون أنفسهم وسلوكيات أيضا من خلال المعاملة مع زملائهم. بالضبط بالضبط، يعني هذه عادة نحن نضعها في مواصفات الخريج. نعم. في البداية. نعم. ومن خلال كل العملية التعليمية والتدريسية تنصب حول هذا الجانب. جميل جميل، أنا سعيد جدا بتواصلك معنا الدكتور حفيظ بن طاهر بن ظاهر بعمر، عميد الكلية التقنية بنزوة، بحفل تخريج الطلبة إن شاء الله غدا في 8 ديسمبر عام 2014 بمجمع الشباب بنزوة في تمام الساعة 11 صباحا تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية. نتمنى التوفيق لخريجينا، نتمنى بالفعل إن شاء الله العطاءات تستمر من شبابنا، الاجتهاد يعني في أيضا أعمالهم، الاجتهاد أيضا في دراستهم وتخصصاتهم المختلفة، لأن بالفعل الوطن دائما يعول على طاقاتهم وأفكارهم وإنجازاتهم وأعمالهم وأيضا وتخصصاتهم اللي سوق العمل بحاجة إليها بشكل كبير جدا، ولكن كيف هم يوظفوها أيضا بطريقة إيجابية ورائعة في خدمة الوطن والمواطن. شكرا لك أخي عدنان، وكما ذكرت يعني مسيرة الإنجاز ظافرة ما تتوقف إن شاء الله، وخريجين بإذن الله من هذه المؤسسة التعليمية في على تواصل مستمر وإن شاء الله يحققون عمل هذا البلد بإذن الله. وشكرا لك مرة ثانية على إعطانا الوقت لعرض ولو نبذة بسيطة عن حفل التخرج. شكرا جزيلا الدكتور حفيظ بن طاهر بن ظاهر باعمر، عميد الكلية التقنية بنزوة، غدا حفل التخرج إن شاء الله عبر قناة عمان مباشر، أيضا هناك نقل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حول حفل تخريج الطلبة بكلية التقنية بنزوة ليوم الأثنين وافق 8 ديسمبر 2014 للميلاد بمجمع الشباب بنزوة الساعة 11 صباحا تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية. مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب اف ام، يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب اف ام، أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى، أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى. مساكم أحلى، وتحية أيضا للمغردين على آت شباب راديو أمان، السبيلينج لصفحتنا على تويتر آت SHABAB راديو RADIO أمان OMAN أو صفحة إذاعة الشباب على تويتر. خالد الخصيبي شكرا على الإطراء الطيب، بشكل سريع بقرأ التغريدات. يوسف الرشيدي إن شاء الله بساءاتك دائما خير وخيرات في كل الأمور، تحياتنا لك. أختي سنيدة الشكيلية تقول يا رب في هذا المساء امنح أحبتي أكاليل الراحة والهدوء. عدنان أخبارك، تحياتي لأسعد ولفريق العمل. أبو عبد الرحمن الهديفي شكرا، وتحية أيضا الجميل أبو عمر شكرا على الرسالة النصية القصيرة الواردة وأيضا فقرات البرنامج والإطراء على الفقرات. شكرا يا خميس يا أبو عمر على رسالتك، مساء متجدد إن شاء الله غدا بفقراته المنوعة. شكرا أيضا لصالح، وتحية أيضا لعاشق الخواطر، وشكرا لحسين السليماني، يوسف الهادي مساءك عطاء، سيف النهدي، يوسف الهادي، يعني التغريدات باسم المستمعين بشكل سريع. أبو سهى المقرشي، محمود الهلالي، سليمان بن خليفة شكرا على التغريدة، سنيدة الشكيلية شكرا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لخريجي كلية التقنية بنزوة، وتحية أيضا لراشد الكعبي، وتحية أيضا لأخي خليل الندابي، وتحية أيضا لأبو فيصل، شكرا جزيلا على المتابعة والرسائل النصية القصيرة. مسيناكم بأحلى مساء، ودعكم بأحلى وداع، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإخراج أسعد بن أحمد الرئيسي، إعدادا وتقديما عدنان الميمني، المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، مساكم وطن من نور.